جوه بنايم. هلا مرحبا. جو عبد الله. هلا هلا. عبد الله جوا. الله بالخير علي، شلونك؟ الله يسلمك، شخبارك؟ ابو نايم عسى ما شر، شفيك متضايج؟ ما فيني شيء، بس متعجب من هالبشر. شبوا منه؟ قصدك الانجليز؟ ما ادري شنو اللي عندنا وما عندهم هناك علشان يجون هني. شوف يبا، لا عندنا ولا عندهم. الانجليز يا عبد الله هم اللي عمروا البلد، هم اللي نورونا. كنا مرتاحين من غيرهم، كنا نقدر نمشي في اراضينا بمزاجنا، بس احنا حطونا قيود وقوانين وقاموا يتحكمون فينا وكأن هذه الارض ارضهم مو ارضنا احنا. بنايم لا تعقد عليهم هالشكل عاد. انا اكرههم اكرههم اكرههم. الله يساعدك يا اخوي. من رخصتك يا بنايم. ليش هم هني؟ ليش؟ شبوا مني؟ من ناداهم؟ وإذا ما حد ناداهم؟ ليش يتعاملون معانا وكأنهم أحسن وأنظف مني؟ أكيد في شيء عندنا وما ندري عنه. ليش يا ربي يا ويلي؟ ليش؟ 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 من؟ أوقف. من أنت؟ إيش تبي مني؟ إيش تبي مني؟ أنت عبد الله؟ إيه أنا عبد الله. شو تسوي هني يا الحزة؟ ما اسوي شيء، رايح البيت. انت اللي تكره الانجليز؟ اي انجليز؟ انا ما قلت شيء، هدوني، ما سويت شيء، خلوني اروح البيت. هدوني هدوني Thank you.
انت قومي؟ والله شيوعي. كفاية يا جماعة، كفاية كفاية، ما في من ألم وحزن ومرارة. كلنا صارينا مثل أول ما شربنا هالمكان. هذه المرحاضي وي، لا تستحي. أنا مرة شافت واحد يروح المرحاض ويقضي حاجته ولينقضى حاجته يمارس عادته اليومية القدرة. ليش أنا هني؟ ليش أنا هني؟ ليش؟ 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 اهدأ. وينك يا يما عني؟ اهدأ اهدأ بس. تعال 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 هني، تعال استريح استريح ولا تخاف، وما بيصير إلا الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو شيوعي وشنو قومي؟ شيوعي وقومي؟ هذي اللي حكي بس؟ انت بس ولا تحط على بالك ولا شيء. اي والله شيوعي وقومي. عبدالله! قم معي. ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله ماذا؟ عبد الله بن ابراهيم. ها انت عبد الله، اذا انت الذي تكره وجودنا هنا؟ ها انا ما ادري بشيء، انا ما سويت شيء. بعدين انتو ليش ابن هني؟ اطمئن اجلس. اسمع يا عبد الله، سوف ادخل معك في صلب الموضوع. اخبرني، مع اي جماعة انت؟ الشيوعيين ام القوميين؟ اي شيوعيين واي قوميين؟ انت تقول لي شيوعيين وقوميين، وهناك يقول لي شيوعيين وقوميين. انتم ما تفهمون ايش تبغون مني بالضبط الحين. اسمع يا هذا، لقد بدأت معك بالتسامح والطيبة، وأنت لا تتعاون معي، بدأت تلف وتدور. اسمع، أنا باستطاعتي أن أريك نجوم الصباح،
وباستطاعتك أن تعيش بيننا معزز ومكرم. كل ما عليك هو أن تخبرني عن كل مخططاتكم ومن هم الذين تعمل تحت قيادتهم، وتذكر بأنك تستطيع أن تعيش بيننا معزز ومكرم، وفي حالة رفضك سوف تعيش مع الفئران والجرذان والصراصير حتى تموت دون أن يعلم عنك أحد، وأنا لا أتمنى لك ذلك. أنا ما عندي فكرة عن الحكي اللي قاعد تقول أنت الحين، وأعتقد أنك فاهمني كلش غلط، وأرجوك حاول تفهمني. أنا ما لي علاقة بالموضوع. إذن أنت ترفض أن تعترف. أعترف بشنو؟ تعترف بأنك كنت عنصر أساسي في الحادثة التي وقعت مؤخرا. أي حادثة؟ أنا ما أعرف شيء عن الحادثة اللي قاعد تقول عنها أنت الحين. حاولت أن أساعدك ولكن دون فائدة. أيها العسكري، خذه للسجن الانفرادي. لا لا، أرجوك أرجوك حاول تفهمني، أرجوك حاول تفهمني، حاول تفهمني أرجوك. Yeah.
فجت الطيور في الطريق الطويل تحياتي سيدي الحاكم. تفضل بالجلوس. ما هي آخر أخبار الحادث؟ سنقضي عليها يا سيدي الحاكم. فهم مهما حاولوا
لن يستطيعوا أن يزيحونا من هنا. طبعا طبعا. أخبرني يا ما هي حكاية عبد الله هذا؟ إنه أحد الذين يكرهون وجودنا هنا. هناك الكثيرون من نوعه. ولكنه يا سيدي بدأ يتساءل ويطرح أسئلة خطيرة حول وجودنا الشرعي هنا. لا أعلم ماذا يريد هؤلاء البرابرة منا. نحن نتعب لنعلمهم ونمهد لهم طريق الحضارة والرقي، وبدل أن يشكروننا يحاولون أن يحرجوننا معهم. لقد كنا من قبل في عدة دول وما زلنا، وحاربونا في بعض الأمر، ولكنهم بعد أن علموا مشاعرنا اتجاههم ووجودنا رحبوا بنا وشكرونا، وإلى الآن ما زالوا يشكروننا بل ويعبدوننا أيضا. لا تخف يا سيدي، سيخضع هؤلاء البرابرة لنا، وكما يعرف سيادتكم لنا طرقنا في إخضاعهم. طبعا أيها الضابط طبعا. اسمح لي يا سيدي بأن أستأذن وأذهب لمتابعة عملي. تفضل. ولنكن جميعا في خدمة بريطانيا العظمى. كن معي. سرع. المتهم جاي سيدي. دعه يدخل. انصرف. اهلا عبد الله. اخيرا اقتنعت. أرجوك خلصني بسرعة. تبون مني؟ لا داعي للعجل، استرح أولا. أرجوك بسرعة، أبي أطلع من هني. طبعا حالا حالا يا صديقي، سوف تخرج من هنا، اطمئن اطمئن. كل ما عليك هو أن تنقل ما بهذه الورقة في ورقة أخرى، وتكتب اسمك والتاريخ بأسفلها.
وبعد ذلك تستطيع الانصراف متى شئت. يا بلادي إن روحي تشتكي من الذين بحق شعبي تجاهلوا. يا بلادي إن روحي تشتكي من الذين بحق شعبي تجاهلوا. أعلميهم إننا لا نرتضي سيدا يقسو وعبدا يقهر. أعلميهم إننا لا نرتضي سيدا يقسو وعبدا يجهر. أعلميهم إننا لا نرتضي سيدا يقسو وعبدا يقهر. وأعلميهم أن عاد الجهل زال فلا مكان لجاهل أو غافل. كلنا اليوم شعب يعلم ما هو الحق وماذا الباطل. أيها الفاروق أحيا لترى أخطبوط الظلم ماذا يفعل. أيها الفاروق أحيا لترى أخطبوط الظلم ماذا يفعل. أيها الفاروق أحيا لترى أخطبوط الظلم ماذا يفعل. يا بلادي إن روحي تشتكي من الذين بحق شعبي تجاهلوا. يا بلادي إن روحي تشتكي من الذين بحق شعبي تجاهلوا. 13 جون. أين كنت طوال هذه المدة؟ ما أدري. أين كنت؟ ما أدري. أين كنت؟ ما أدري. أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ ما أدري ما أدري ما أدري. كفاية كفاية. حسناً حسناً. أبي أطلع مهدي بسرعة. لا تخف، اجلس لتكمل الإفادة. اجلس. زين، أقدر أروح الحين؟ طبعاً، طبعاً. أيها العسكري، دعه ينصرف. أيها العسكري، قلت دعه ينصرف. اهلا علي. اهلا طال عمرك، كيف الحال؟ شكرا على تعاونك معنا. لا اش دعوه، لا شكر على واجب، هذه واجبه انا ان شاء الله. هذه لو كان كل الشباب ومثلك بالعاشوا بسلام. طبعا طال عمرك، طبعا هذه شغلتنا، يعني لولا احنا من يشتغل غيرنا. عموما يا علي اتمنى لك التوفيق.
مشكور طال عمرك، شكرا، مع السلامة. نخيل سقتها مياه المطر